أنا جيت لكندا، هربت، خططت هروبي من السعودية لفترة 14 سنة تقريبا. لما جيت لكندا جيت هنا عشان أعيش متحررة وأستمتع بحريتي كامرأة، ما جيتش لكندا عشان أعيش في قمع. لما هربت، المخطط اللي أنا عملته اللي طلعني من السعودية، اضطريت إني أوقع على أوراق تحت ضغط من الحكومة السعودية والجهة اللي بتعثتني لكندا. الأوراق اللي أنا وقعت عليها كانت بتطلب مني إني ما أتجوزش أي إنسان غربي في الفترة اللي أنا كنت هقضيها في كندا، ولو ما وقعتش على الأوراق دي ما كانوش هيكملوا بعثتي ولا كانوا هيدفعوا لي أي حاجة. فأنا وقعت على الأوراق دي، بس ما كنتش عارفة. لو أنتوا عارفين إنه المرأة السعودية بيطلبوا منها حاجات زي كده عشان تطلع برا البلد أو تاخد فيزا، student visa أو travel visa، لما جيت لكندا أول حاجة عملتها بعد لما تعلمت السواقة، ابتديت أكتب وأدون قصتي على موقع إلكتروني، بلوج. التدوين كان شخصي خاص بالحياة اللي أنا كنت عايشاها في السعودية، والبيت اللي أنا هربت منه، والأذية والتعنيف والضرب. أبويا كان مزواج وكان بيعامل مراته وكل واحدة بيتجوزها بأسلوب سيء زي الحيوانات. فلما كتبت المدونة الإلكترونية بتاعتي اتنشرت، لقيتها فجأة اتنشرت في السعودية، واتنشرت بعد لما السعودية كلها عرفت عن المدونة بتاعتي بالإضافة لأهلي، راحت اتنشرت في الشرق الأوسط. وبالتالي لقيت نفسي كمية النساء اللي عايشين في دول إسلامية اللي بيحاولوا يتواصلوا معاي علشان أساعدهم إنهم يهربوا كانت غريبة، ما كنتش مستعدة ليها، لكن بالفعل ساعدت جزء كبير من النساء إنها تهرب أو إنها على الأقل تخطط للهروب بتاعها. لكن للأسف الشعبية بتاعت المدونة الإلكترونية بتاعتي كان معناها إنه الهيئة السعودية اللي بيكرهوا المرأة، الكهنوت السعودي الوهابيين، قروها. وبالتالي وصلت لي أخبار إنه أنا مطلوبة للسجن لو حطيت رجلي في السعودية أو في أي دولة من دول الخليج. وطبعاً بعد لما هتسجن هيقتلوني، لأنه أنا إنسانة ملحدة وتكلمت على وضع المرأة السعودية والإسلام اللي بيتبعوه في السعودية زي بيعامل المرأة. هي دي عقوبة الناس اللي زي الحريم، اللي زي اللي بيهربوا وبيتكلموا على الواقع والأذية اللي احنا بنتعرض لها كنساء مسلمات سعوديات. لكن أنا محتاجة مساعدتكم بسبب الظروف اللي بتكلم عنها في المدونة الإلكترونية بتاعتي اللي هو البلوج، بالإضافة للبودكاست اللي أنا عملته اللي اسمه One Godless Podcast. ما قدرتش إني أخذ الجنسية الكندية، قدرت إني أحط نفسي في كندا 50% تقريبا. قدمت بس على اللي هي الـ PR card. الجنسية الكندية ما قدرتش أقدم عليها، فعملت الحملة اللي هتشوفوها مرتبطة بالفيديو ده. وأنا أطلب منكم وأرجو منكم إنكم على الأقل تبصوا عليها، تنشروها، تعملوا لها ريتويت، توروها لصاحبكم، لأهليكم، أو لو حبيتوا تتبرعوا هكون شكرا. شكرا جزيلا،
وأوعدكم إنه الفلوس اللي هتتبرعوا بيها هتروح لمكافحة الإسلاميين والتطرف الديني اللي جالنا هنا في الغرب، وأنا عارفة إن أنتوا بتكرهوه زي ما إحنا بنكرهه هنا. أنا عايزة أقعد في كندا، ما أقدرش أرجع للسعودية ولا أقدر أرجع لدول الخليج. أنا حياتي هنا، لازم أساعد الناس دي. ساعدوني إني أكون صوت في مكافحة التطرف الديني. انشروا حملتي. شكرا لكم.